وللحديث أكثر عن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن اتفاقية تطبيع بين الإمارات والكيان الصهيونية، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، بداية أهلا بك. أصدرتم أنتم في هيئة علماء المسلمين في العراق أصدرتم بيانا بشأن اتفاقية التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني. بداية، كيف تنظرون إلى الدوافع التي ذهبت بالإمارات لتوقيع هذا الاتفاق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. يعني مع الأسف هذه خطوة أخرى تلحق بخطوات سابقة قامت بها بعض الدول العربية مع الأسف من أجل أو في مسار التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب لأرضنا ولمقدساتنا ولحقوق شعبنا الفلسطيني. إننا نعتقد أن مثل هذه الخطوة وأي خطوة تطبيع أو اتفاقيات مثل هذه وغيرها هي نكول عن الواجب. الواجب هو نصرة أهل الحق والمدافع عنهم والوقوف في وجه الغاصب الصهيوني والوقوف في وجه جرائمه التي ارتكبها منذ عقود ولا يزال يستمر فيها، بل يقوم بالتصعيد بهذه الجرائم في سنواته الأخيرة. أما ما أعلن عنه من حجج أو أمور ربما من مصالح أو دعوة مصالح سياسية أو تحقيق الأمن السلم المجتمع في المنطقة، فكلها للأسف لا تمت إلى الحقيقة بواقع، بل الواقع يقول أن مثل هذه الاتفاقية هي تمكين لهذا الغاصب في استمراره بجرائمه. دكتور عبد الحميد، باعتقادكم ما أثر هذه الاتفاقية على واقع ومستقبل القضية الفلسطينية؟ طبعا شعبنا الفلسطيني لم يتأثر منذ أكثر من 60 عاما وهو يقاوم هذا الاحتلال ومتمسك بحقوقه رغم قلة ذات اليد وضعف العون وربما نكول الكثير من الأصدقاء والجيران لهم عن مساعدته، بل رأينا الكثير من الدول ربما تكون خنجرا في خاصرة شعبنا الفلسطيني المقاوم. رغم هذا فإنه مستمر بتمسكه كما قلت بهذه الحقوق، ونعتقد أنها ربما قد تؤثر مثل هذه الاتفاقية في على المدى القصير، لكنها على المدى البعيد ستزول آثارها أو ستضمحل ولن يكون لها تأثير، ولا سيما أننا نعلم أن الشعوب العربية هي قاطبة أو بأغلبها هي مؤيدة لحقوق شعبنا الفلسطيني. لكن هناك أقاويل دكتور عبد الحميد تشيع بأن الاتفاقية أوقفت ضم أراضي كان الكيان الصهيوني يسعى إلى ضمها، ما تعليقكم على ذلك؟ يعني نص هكذا أعلن، لكن النص الذي قاله أو صرح به وزير أو مسؤول الكيان الصهيوني أنه جمد، وهذا التجميد إلى حين، وهذه لعبة من ألاعيب الاحتلال الصهيوني وخدعة أخرى يعني ليست غريبة عليه وكثيرا ما مارسها أو حاول ممارستها. فهو منذ سنين طويلة يقوم بتصريحات ملتوية ومخادعة، لكن على أرض الواقع نراه مستمر بكل أنواع الانتهاكات بما فيها القتل، الاغتيالات، السجون المليئة بالمعتقلين، وفضلا عن ذلك هي اغتصاب الأراضي، وعلى رأس تلك الانتهاكات هدمه أو سعيه الحثيث لهدم المسجد الأقصى والقيام المستوطنين الصهاينة بالاعتداءات وانتهاكات قدسية هذا المسجد. في سؤالي الأخير لك دكتور عبد الحميد العاني، ما الواجب على العرب والمسلمين الآن بعد هذه الاتفاقية التي يمكن أن تتكرر في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الأمة مجتمعة؟ الأمة كلها مطالبة أن تقوم بواجبها. الواجب هو الدفاع عن الحق وعدم التنازل عنه. بالمناسبة القضية الفلسطينية والقدس والأقصى هي ليست قضية أهل فلسطين، وإنما هي قضية الأمة جمعاء، ولذا من هنا الواجب على الأمة جمعاء أن تقوم بواجبها في نصرة هذا الحق وفي التصدي للمعتدي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال
وضعوا اليد بيد المحتل ويضعوا اليد بيد الغاصب، نعم، والتنازل أو التغاضي عن هذه الجرائم. كل من موقعه من شعوب أو منظمات أو حكومات، الكل مدعو، نعم، إلى أن يقوم بواجبه بما يستطيع، وبما في ذلك دعم الشعب الفلسطيني الصابر هناك المرابط بما أمكن من مال ومن دعم سياسي وإعلامي وغيره. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.